passive income، مصطلح وطريقة الجميع يتمناها والجميع يريد الحصول عليها. ولنكن صريحين، من منا لا يريد دخل إضافي؟ ابقى معي لتعرف معنى المصطلح ولماذا أنا بشكل شخصي أكره هذا المصطلح. مرحبا بك في قناة أكاديمية كامبوست، القناة الأفضل لتعلم مجال التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال في الإنترنت. في عالم التجارة والأعمال يوجد نوعين من الدخل، دخل إيجابي Active Income، ولكل من يعمل في وظيفة مقابل المال فدخله دخل إيجابي، يتقاضى المال مقابل وقته في الوظيفة. من الناحية الثانية لدينا الدخل السلبي الـ Passive Income، وهو عبارة عن العمل بمجال ينتج لك دخل دون أن تستثمر الكثير من وقتك، ويدخل لك مبالغ بشكل ثابت أيضا. مجالات عمل معروفة في الـ Passive Income هي الاستثمار العقاري من خلال استثمار في شقة وتأجيرها لشخص معين وأخذ مبلغ شهري مقابل استئجار الشقة، أو مجال التجارة الإلكترونية من خلال إنشاء متاجر إلكترونية على مواقع بيع عالمية مثل إيباي، أمازون أو حتى شوبيفاي. الطريقة الثالثة التسويق الرقمي من خلال ترويج وتسويق منتجات لأشخاص وأخذ عمولة مقابل كل بيعة تحصل من خلال إعلاناتك الشخصية. الطريقة الرابعة هي من خلال إنشاء دورات أونلاين في مجال مختص به وأخذ مبلغ معين مقابل الدورات. ويوجد أخرى مجالات في الـ Passive Income. لاحظوا أن غالبية المشاريع المبنية على الدخل السلبي موجودة في الإنترنت، وبسبب التطورات التي تحصل في الإنترنت أتاحت للكثير من الأشخاص إنشاء مشاريع تدخل لها دخل إضافي وبطريقة سلبية. ولكن لكل طريقة يوجد سلبيات وحسنات. الحسنات لقد ذكرتها من قبل، العمل بمجال يدخل لنا أرباح دون استثمار الكثير من الوقت وبشكل شهري يدخل لنا الأرباح. للأسف الكثير من المسوقين وباعي الأوهام لا تذكر السلبيات بالمجال لعدة أهداف. سلبيات المجال: أولا يتطلب استثمار مبلغ، هذا المجال يتطلب استثمار مبلغ، لا يوجد أي مشروع تجاري لا يتطلب استثمار المال في البداية. حسب رأيي مشروع تجاري لا نستثمر به المال في البداية سيفشل وسنستهزئ به من البداية. اعلموا أن ما نحصل عليه بسهولة نتخلص منه بسهولة. إذا استثمرنا في مشروع مبلغ معين سنبذل جهد في إنجاحه ونحرص على عدم خسارة هذا المبلغ الذي استثمرناه. أما إذا لم نستثمر المال سنتخلص من المشروع في أول لحظة نرى أن المجال في انخفاض. فاستثمار المال هو نوع من تحفيز لإنجاح مشروعنا، وكما تقول المقولة لكي تربح المال عليك دفع المال. عامل ثاني في السلبيات هو استثمار الوقت. بسبب الإعلانات الخاطئة التي أعلنت عن مجال الدخل السلبي الكثير من الأشخاص تفكر أن المجال سينشأ من تلقاء نفسه ولا يوجد أي استثمار من الوقت، وهذا خطأ. اعلموا أن أول 3 أشهر من إنشاء مشروع، ولا يهم أي مشروع إن كان مشروع افتراضي أو إن كان مشروع حقيقي، سيتطلب منا أول 3 أشهر العمل بجهد واستثمار الكثير من الوقت لإنجاح مشروعنا. السؤال الذي دائما يسألونني إياه: هل حقا يوجد شيء كهذا دخل سلبي Passive Income؟ وجوابي هو نعم يوجد. أنا لدي دخل سلبي يدخل لي 1000 دولارات شهريا، ولكن هل هذا الدخل يأتي من تلقاء نفسه؟ طبعا لا، لقد استثمرت في مشاريع الكثير من المال في البداية لأنني أعرف للمدى البعيد الاستثمار سيرجع لي وسأبدأ بربح المال من المشروع. أيضا دائما أراقب المشروع وأكرس من وقتي لأحسنه أكثر لينتج لي دخل سلبي أكبر. لذلك إذا أنت تخطط العمل في مجال يعتبر أو يصنف كدخل سلبي، كن مستعد لبذل جهد في البداية لإنجاح مشروعك، ولا تصدق باعي الأوهام الذين يقولون اشتغل ساعة باليوم وستنتج 5000 دولار شهريا.
فهذه مجرد أوهام ليس أكثر. لا تنسى الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية والضغط لايك على الفيديو. سأراك في فيديو آخر.